فترة صعبة جدا بمر بيها سواء محليا أو قريا. النادي الأهلي بيحارب في كل الاتجاهات للحفاظ على حقوقه، لكن ما تنسوش كويس جدا إن احنا معانا جيل تاريخي وعندنا كمان رئيس تاريخي، وكمان الضحك لسه مكمل معانا ومستمر في كل الألعاب وفي كل البطولات. الفترة اللي فاتت الكاف أعلن قرار غريب جدا بتحديد ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا في المغرب، في الوقت اللي الوداد حسم تقريبا تذكرة التأهل للمباراة النهائية بعد ما كسب بيترو أتلتيكو بره ملعبه 3-1. طيب النادي الأهلي هيعمل إيه؟ هل النادي الأهلي هيقعد ساكت؟ الحقيقة لا، من قبل القرار ما يطلع وإدارة النادي الأهلي تحركت بخطابات رسمية للكاف من خلال اتحاد الكورة، قالوا فيها إن هم مش موافقين خالص على اللي بيحصل ده، ولازم طبعا مبدا تكافؤ الفرص يكون موجود قبل ما نلعب ان شاء الله المباراه النهائيه، خاصه ان النادي الاهلي كسب وفاق ستيف الجزائري هنا على ملعبنا بنتيجه 4-0، نتيجه كبيره جدا طبعا بتقرب النادي الاهلي بشكل كبير جدا من المباراه النهائيه للموسم الثالث على التوالي. طيب النادي الاهلي اتحرك ازاي؟ النادي الاهلي بيسلك كل الطرق القانونيه والشرعيه والدبلوماسيه، بيخاطب الكاف وبيهدد ان هو ممكن يصعد بعد كده، والكابتن محمود الخطيب عامل حاله طوارئ واجتماع طارئ لبحث الازمه دي ونشوف ايه اللي هيحصل. لكن في كلام طلع بان النادي الاهلي ممكن ينسحب، الكلام ده طبعا عاري تماما من الصحه، مستحيل النادي الاهلي ينسحب من بطوله، احنا زي ما قلنا معانا جيل تاريخي وعندنا رئيس تاريخي وبنحقق نتائج وانجازات كبيره جدا 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 محدش في القاره دي عملها قبل كده ولا يقدر يعملها كمان بعد كده ان شاء الله. طيب ايه اللي مخلينا واثقين قوي كده في فرقتنا وفي لاعبتنا وفي الفريق وفي الجيل التاريخي ده؟ خلينا اقول لكم ان مباراه رادس السنه اللي فاتت في نص النهائي كان عندنا ازمه كبيره جدا قبل المباراه ما تنطلق في ذهاب نص النهائي هناك على ملعب رادس، لما حصل شوية أزمات ومشاكل والأمن اتدخل هناك واضطر إنه يطلق الغاز المسيل للدموع. ساعتها كان كابتن محمود الخطيب رئيس البعثة موجود في الملعب وحافظ على حقوق النادي الأهلي تماما وأمن نفسه تماما قبل المباراة ما تنطلق، ورغم كل الظروف الصعبة دي الفريق رجع من رادس بانتصار كبير جدا بنتيجة 1-0 في ذهاب نص نهائي دوري أبطال أفريقيا اللي كنا وقتها في الموسم الثاني على التوالي بنلعب نص النهائي وبندافع على لقبنا. طيب ايه اللي حصل دلوقتي وايه اللي اتغير؟ عايز اقول لكم ان حاجات كتيره قوي اتغيرت. خليني اقول لكم ان مثلا في 2007 لما اتحرمنا من اللقب الثالث على التوالي بفعل فاعل في المباراه النهائيه، وبعد كده كمان لما حصلت ظروف يعني نقدر نقول ان هي كانت صعبه وكانت ضد النادي الاهلي في نهائي 2018، يعني الامور كانت عدت كده وما خدناش مواقف كبيره. وكمان بعد كده لو هنتكلم بقى على الكوره في 2019 لما خسرنا من سان داونز 5-0، شفنا بعد المباراه دي النادي الاهلي عمل ازاي في افريقيا واللي احنا لسه لحد دلوقتي مكملين فيه. النادي الاهلي ان شاء الله في الطريق للبطوله الثالثه على التوالي لاول مره في تاريخ النادي الاهلي والاول مره كمان في تاريخ القاره السمراء. طيب في سؤال مهم جدا محتاجين نساله دلوقتي، هل لعيبه النادي الاهلي متاثرين بالكلام ده كله؟ هل لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني مش مركزين؟ خلينا نشوف لعيبه النادي الاهلي بتقول ايه عن الازمه دي وعن المباراه ونرجع مره ثانيه. واللعيبه كلها معروفه عنهم ان هم بناخد الموضوع ماتش بماتش. الماتش اللي في القاهره ده ماتش وخلص مع فرقه ثانيه خالص. هنقابل فرقه شكل جديد وروح جديده. فربنا يكرم ان شاء الله ونبقى كلنا بنفكر في نفس التفكير ده ان احنا نحاول نحقق الفوز عشان نوصل للنهائي. احنا لسه ما حققناش اي حاجه، كل ده كلام على الورق بس وكلام في السوشيال ميديا ان انت كسبت ومش كده. لا، انت لسه ما حققتش اي حاجه خالص. على الورق لما تخلص من الماتش ده ان شاء الله يبقى خلاص نبدا نفكر في النهائي ان شاء الله. وقبل ما نختم بدعوكم للمشاركه في سؤال حلقه النهارده. سؤالنا النهارده عن واحد من نجوم احد الاجيال الذهبيه والتاريخيه في النادي الاهلي. النجم الكبير ده كان ليه دور مؤثر في التتويج باول بطوله دوري ابطال افريقيا حققناها. اكتشفوا طبعا الجنرال الراحل محمود الجوهري في سنة 75، والراجل ده قضى أكتر من 10 مواسم مع الفريق الأول توج فيها بكل الألقاب الممكنة وقتها. النجم الكبير ده واحد من أساطير النادي الأهلي، واحد من هدافينه، سجل أكتر من 78 هدف مع النادي الأهلي. وكمان الراجل الكبير قوي دوت كان بيلقب بالفناجيلي الصغير. يا ترى مين هو نجمنا النهاردة؟ كان معكم أحمد عصام ونلتقي إن شاء الله الأسبوع الجاي وحلقة جديدة. يلا يا أهلي.